واصلت نسبة الشفاء المسجلة ارتفاعها حيث أصبحت تناهز 97%، وهذه النسبة تفوق النسبة العالمية المسجلة والمحددة في 90%. وكتقييم إجمالي للحالة الوبائية خلال الأسبوعين الأخيرين، فإننا نسجل الملاحظات التالية. أولاً، خلال فترة الأسبوعين الماضيين تواصل المد التنازلي لمؤشر الحالات الإيجابية، وذلك للأسبوع السابع على التوالي، فلقد عرفت بلادنا انخفاضاً في عدد الحالات الإيجابية ولله الحمد، حيث مررنا من أكثر من 15,000 حالة إيجابية كرقم أسبوعي سجل في الأسبوع ما قبل الماضي، إلى أقل من 10,000 حالة إيجابية سجلت في الأسبوع الماضي، أي بانخفاض ملحوظ يقارب ناقص 36%. هذا الانخفاض تأكد في كل جهات المملكة وبدون استثناء، ولكن بنسب متفاوتة.